جود ايفنينج اول، انا زياد ايمن، التيم بتاعي مصطفى عماد، جامعة عين شمس، هندسة، فريشمان. النهاردة هنناقش المشروع السبيكر. احتاجنا ماجنت قوي شوية، وكويل معمول من كوبر زي ما حضرتك شايف، ووصلة التمساح، ووصلة الاي اكس موبايل. البروجكت بتاعنا هو سبيكر. فكرة سهلة جدا، هي فكرة عبارة عن ان الكورنت اللي ماشي في الكوبر واير عن طريق الجاك اللي متوصل بالموبايل ده بيتعمل له ماجنيفاينج في الكويل، اللي هو عبارة عن الكويل اللي معمول بالكوبر واير. ولما بنحط الماجنت بيعمل امبريس للايد، فالصوت بيطلع. نشوف ازاي بيتحرك.